قبل عام نفذ رئيس الوزراء السابق نور المالكي وعيده بإحراق خيام المعتصمين في الرمادي، فأشعل نار حرب اتسعت رقعتها وتعددت أطرافها. اتسمت ردة فعل العشائر بالقوة والسرعة، وخلال ساعات أسقط مسلح العشائر معظم المراكز الأمنية في الرمادي واستولوا على سياراتها وأسلحتها. وبعد يوم واحد أصبحت الفلوجة خارج سيطرة الدولة بعد استيلاء المسلحين ومن دون قتال على المؤسسات الأمنية والرسمية في المدينة. يتهم المالكي في التسبب باتساع رقعة الحرب واتخاذها منحا طائفيا عبر زجه بأفواج أمنية من محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية في مواجهة عشائر الرماد السنية، مع استخدامه خطابا سياسيا طائفيا. لم يستعد المالكي الرمادي ولا الفلوجة، بل انضمت مناطق أخرى في الأنبار إلى ما عرف حينها بثورة العشائر. وبوتيرة متصاعدة شكل مسلح العشائر مجالس عسكرية، وامتد تشكيل المجالس إلى محافظات لم تكن قد شهدت بعد مواجهات عسكرية. ركزت رواية حكومة المالكي على أنها تواجه تمرد مجموعات إرهابية من القاعدة والبعثيين، وبدأت تحركا مع بعض العشائر لإعادة إنتاج الصحوة. وفي تطور لافت وبمشهد احتفالي، دخلت أرتال تنظيم الدولة الإسلامية إلى الرمادي تحت شعار حماية السنة من هجمة طائفية تقودها حكومة المالكي. استخدم المالكي هذا التطور في التدليل على روايته السابقة، ونجح في حشد تأييد إقليمي ودولي في حربه ضد ما يسميه الإرهاب. ومع هذا فشل المالكي في إعادة إنتاج الصحوات، واستمر انهيار القوات الحكومية ليتوج بسيطرة تنظيم الدولة على الموصل ومدن أخرى في صلاح الدين في حزيران يونيو الماضي، ثم تمدد التنظيم باتجاه إقليم كردستان وطرده البيشمركة من مناطق سيطرت عليها في نينوى وكركوك بعد انهيار القوات الحكومية. انتصار استثمره تنظيم الدولة في إعلانه الخلافة لاحقا، بينما دفع ثمنه المالكي بإجباره على التخلي عن الترشح لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة. ومع استلام حيدر العبادي رئاسة الحكومة في آب أغسطس، تبلور تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني وبدعم من الحكومة الإيرانية. كما بدأت واشنطن جهودها لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم الدولة، حيث شرع فعليا بقصف مواقع التنظيم في سوريا والعراق بداية أيلول سبتمبر. وهكذا أصبح العراق كما سوريا ساحة لمعركة ضد ما يسمى الإرهاب، تخوضها أطراف محلية وأخرى إقليمية ودولية. قتل وأصيب فيها نحو 30,000 شخص، ودفعت نحو 2 مليون عراقي إلى النزوح، وسط اتهامات للحكومة وقوات وميليشيات داعمة لها بالتغطية على عمليات تطهير طائفي وتغيير ديموغرافي في أنحاء البلاد لا سيما الشمالية منها. ومع فشل القوى السنية وانقسامها في رؤيتها لمخرج من الأزمة، غاب الحديث عن مطالب السنة الإصلاحية، وأصبح المطروح عليهم خيار واحد هو تحشيد العشائر على مشاركة الحكومة والتحالف الدولي في تحقيق انتصار على تنظيم يتهم السنة بتهيئة الظروف لتمدده وانتشاره. معظم المراكز الأمنية في الرمادي واستولوا على سياراتها وأسلحتها. وبعد يوم واحد أصبحت الفلوجة خارج سيطرة الدولة بعد استيلاء المسلحين ومن دون قتال على المؤسسات الأمنية والرسمية في المدينة. يتهم المالكي في التسبب باتساع رقعة الحرب واتخاذها منحا طائفيا عبر زجه بأفواج أمنية من محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية في مواجهة عشائر الرماد السنية، مع استخدامه خطابا سياسيا طائفيا. لم يستعد المالكي الرمادي ولا الفلوجة، بل انضمت مناطق أخرى في الأنبار إلى ما عرف حينها بثورة العشائر. وبوتيرة متصاعدة شكل مسلح العشائر مجالس عسكرية، وامتد تشكيل المجالس إلى محافظات لم تكن قد شهدت بعد مواجهات عسكرية.
ركزت رواية حكومة المالكي على أنها تواجه تمرد مجموعات إرهابية من القاعدة والبعثيين، وبدأت تحركا مع بعض العشائر لإعادة إنتاج الصحوة. وفي تطور لافت وبمشهد احتفالي، دخلت أرتال تنظيم الدولة الإسلامية إلى الرمادي تحت شعار حماية السنة من هجمة طائفية تقودها حكومة المالكي. استخدم المالكي هذا التطور في التدليل على روايته السابقة، ونجح في حشد تأييد ثمنه المالكي بإجباره على التخلي عن الترشح لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة. ومع استلام حيدر العبادي رئاسة الحكومة في آب أغسطس، تبلور تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني وبدعم من الحكومة الإيرانية. كما بدأت واشنطن جهودها لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم الدولة، حيث شرع فعليا بقصف مواقع التنظيم في سوريا والعراق بداية أيلول سبتمبر. وهكذا أصبح العراق كما سوريا ساحة لمعركة ضد ما يسمى الإرهاب، تخوضها أطراف محلية وأخرى إقليمية ودولية. قتل وأصيب فيها نحو 30,000 شخص، ودفعت نحو 2,000,000 عراقي إلى النزوح، وسط اتهامات للحكومة وقوات وميليشيات داعمة لها بالتغطية على عمليات تطهير طائفي وتغيير ديموغرافي في أنحاء البلاد لا سيما الشمالية منها. ومع فشل القوى السنية وانقسامها في رؤيتها لمخرج من الأزمة، غاب الحديث عن مطالب السنة الإصلاحية، وأصبح المطروح عليهم خيار واحد هو تحشيد العشائر على مشاركة الحكومة والتحالف الدولي في تحقيق انتصار على تنظيم يتهم السنة بتهيئة الظروف لتمدده.